ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على برج الدلو وتوقعات النص الثاني من شهر سبتمبر لعام 2021. برج الدلو احنا عندنا خلال النص الثاني الوضع قد ايه مميز وايجابي كتير، وخلينا بس ان احنا نبقى عارفين كده ان احنا عندنا حظوظ ايجابيه كتير بسبب كمان كوكب المشتري اللي موجود في برج الدلو، كمان الشمس اللي رايحه برج الميزان عطارد في الميزان، كمان المريخ على قد برضو الناس في مخاوف مسببه كتير ان المريخ هيكون موجود في برج الميزان، يعني اللي هو من النص الثاني، يعني مش مخوف ولا حاجه، وهيدي لك بس نوع من انواع التسرع في القرارات، هيدي لك نوع من انواع اللي هو شويه ان انت يبقى عندك شغف للحاجه بشكل ان انت تعرف الحاجه بسرعه، عايز توصل لامر ما بشكل سريع، عايز تجري، عايز تلحق، عايز فيكون عندك ده، عندك عالم فيه التسرع، عندك كلامك كمان، فهو ده بس يعني لو قدرنا نظبط الامر دوت وظبطنا الدنيا التايمر هنكسب والله، هنبقى يعني الجو لذيذ كتير، لان المريخ برده على قد ما هو كوكب يعني انا بسميه زعبيبه بصراحه، بس هو زعبيبه بس هو بيدي لك برضو نوع من انواع الطاقه برضو والحماس الجيد يعني. المهم يعني زي ما عنده حاجه سلبيه عنده حاجه ايجابيه، علينا ان احنا نظبط الامر السلبي ونستفاد بالايجابيه، خلينا ذكيين يعني، فاحنا متطلب كتير الوضع ده. بالنسبه يا برج الدلو الوضع بالنسبه سيبنا بقى من حركات الكواكب وتاثيراتها، خلونا ان احنا بس نقول على التاثيرات اللي هي بشكل بسيط ايه الدنيا بالنسبه لنا. الامور المهنيه لو هتكلم عن الاول في الامور المهنيه فانت عندك في طاقه في الوضع المهني وعندك ايجابيه بشكل كبير جدا، عندك اشخاص داعمين ليك وعندك كتير واقف في صفك وكتير حبك جدا جدا وكتير هيكون كلام بيتقال عنك بشكل قوي، عندك ان انت بتدخل في اطار ايجابي وانت مش عارف ازاي. هقول لك، عارف لما تبقى قاعد في امان الله وتلاقي ناس كده كمل كده وناس حلوين كده ولذاذ كده ويجيبوا سيرتك بايجابيه مش بسلبيه، يعني الناس اللي هتجيب سيرتك بايجابيه، انا دلوقتي بتكلم في الايجابي، ها انا دلوقتي بتكلم في الايجابي، فهتلاقي ناس بتتكلم في سيرتك بايجابيه، فتبدا تقول يا ده والله الواحد بيجي له الخير لحد وهو قاعد عنده كده بيجي له كل الخير، عندك ده جدا. فاذا يا برج الدلو انت عندك خير جاي لك عن طريق اشخاص بيتكلموا في سيرتك بشكل ايجابي، عن فكره لما ربنا يوقع لك ناس كده خير، فكره لما ربنا يدي لك رزق في اشخاص تتكلم عنك وتعلي من مكانتك المهنيه مثلا او ان تعرفك اسمك اكتر او مش عارفه ايه والكلام ده كله، فانت عندك الجو ده كتير. اذا اجواء مميزه في الاطار المهني، اشخاص بيتكلموا عنك بيخدموك في الاطار المهني انك انت تصعد لترقيه، ان انت تشتغل في مجال جديد، عارف فكره ان فلان ده شاطر جدا جدا، فلان ده ناجح كتير، فلان ده ذكي قوي قوي، فده يجي يمسك في المكان ده، لا ده المفروض ان هو يحتل المنصب ده، لا ده المفروض ياخد رقم واحد في كذا، لا ده المفروض مش عارف ايه، عندك الاجواء دي كتير. فاذا انت عندك الوضع ده، دي خطوه في الاطار المهني، كمان انت عندك في نوع من انواع الذكاء والتكتيك في التخطيط المهني، في انك بتعيد حساباتك المهنيه والاداره يعني الاداره الماليه والاداره المهنيه، نوع من انواع التقدم الهائل جدا جدا، وقادر كتير ان انت تحسب خطواتك وتحسم قراراتك، عندك اجواء ليها علاقه بيه ان انت ازاي تعرف ان انت تصعد هنا وتعمل هنا وتخلي بالك من الاجواء دي، عندك سيستم انت ماشي عليه في عقليتك مخليك ان انت تنجح، عارف ايه خطوات النجاح، كان عارف بالظبط موجود عندك ايه، هوضح لكم بالطريقه، عارف كان في فتره ركود موجوده في الاطار المهني الى ان فتره الركود دي بدات عندك نوع من انواع التقدم مرة تانية، وان انت بتقوم وتقاوم مرة تانية، عندك ايجابية بشكل قوي، عندك ان انت عايز تلحق الوقت اللي ضاع منك، عندك فكرة استغلال الوقت بشكل قوي جدا جدا يا برج الدلو. فاذا انت عندك ده في الاطار المهني مميز، يعني دي جزئية مميزة كتير. عندك اشخاص حاقدين في الاطار المهني، يا جدع ما تعدش بقى، يعني ما ده موجود عندك اصلا، يعني هنزيد على اللي عندنا، فهم موجودين خلقه، فانت بس عليك تعمل ايه؟ عليك ان انت لو عندك اوراق مهمه ما تسيبهاش في المكتب، عندك مش عارف ايه اختام مش عارف ايه ما تخلاش الا للضروره، ما تعرفش حد انت ماشي باختام ايه اوراق ايه دنيا ايه الكلام ده كله، حاول ان انت تتغلوش، حاول ان انت تغلوش على امورك المهنيه والماليه، لانك انت معرض لاشخاص عايزين ياخدوا الحاجه اللي في ايدك، خلي بالك حتى كمان في الاطار العاطفي، يعني خلي بالك في اشخاص باصين لك في الوضع العاطفي، يا عايزينك انت يا عايزين الشريك منك، شوفوا بقى بصراحه ازاي يعني بلغه بسيطه كتير، يعني يا اما عايزين ان هم في ناس بيبقى عندها فكره والله المرض جدا جدا اللي هو انت مرتبط انت سعيد واللي انت مرتبط بيه سعيده ورا اخر ايه السعاده دي، في ناس كده. عايزه اقول لكم على حاجه والله، ما بصوا الناس اللي متابعاني عارفه ان انا اكتر شخصيه فضيحه ممكن يعني بفضح، يعني لما الاقي اشخاص اللي هو كده فانا مستفزه كتير ان انا بفضحهم،
انا شخصيا بعاني من نقطه زي، يعني في ناس والله بجد اللي هو في وشي كده، في وشي كده، لا يعني لا يعني حول الله يا رب، يعني عندنا مرض الدنيا، عندنا مشاكل، والله العظيم بجد عارفين انا بمر بحاجات كتير محدش منكم يعرفها، لاني مش بحب اطلع اقول الحاجه اللي ممكن تدي تاثير سلبي في حد، فاللي هو يعني عندنا حاجات كتير، والناس دي بالذات عارفين اللي عندي ده ايه، ورغم كده برضه باصين، ورغم كده اللي هو يعني فكره اللي هو النش وال حسبي الله ونعم الوكيل، والله والنبي لا تقولوا معايا حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد باصص لي في حياتي والله العظيم، والنبي اه برج الدلو انتوا بصوا غاليين عندي قوي، ادعوا لي عشان انا بمر بكرب، والله بكرب، شوفوا بقولها بضحك بس هو من جواه والله العظيم زعلانه جدا. المهم برج الدلو، فانت عندك في اشخاص فعلا عايزين ان هم ياخدوا منك بصين لك كتير، فلازم ان انت بقى تكون حريص كتير مع الاشخاص دي، مش اي حد يعرف حياتك، مش اي حد يتدخل في شؤونك. المهم برج الدلو عندك فيه نجاح في الاطار المهني، تقدم في الاطار المهني، عندك تكتيك وذكاء بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. بالنسبه كمان لحاجه تانية، انت عندك فيه انتقال لمكان جديد، او التفكير في انتقال لمكان جديد، بتفكر كتير في ان انت ممكن تكون تبقى في دوله مختلفه، او تغير مكان سكنك، او في قرار بالتغيير انت بتقوم بيه. على فكره ممكن يكون التغيير ده ليه علاقه بديكور بيتك، ليه علاقه انك بتغير من مكان حاجه لمكان حاجه، بغير مكان مثلا السفره، بغير مكان مش عارف ايه، في تغيير هيأثر عليك جدا. برج الدلو انت الفتره الهوائيين الفتره دي، يعني الابراج الهوائيه سواء الجوزاء او الدلو او الميزان، المميز عندهم فكره التغيير، التغيير اللي هتلاقوا نفسكم يعني، حتى كمان الناس اللي هم الهوائيين اللي انتم في حياتكم سواء بقى اهلكم او ايا كان، هتلاقي ان انتم اكتر حاجه بتفكروا فيها ان احنا عايزين يا نغير جو، يا نغير ديكور بيتنا، يا نغير طريقه لبسنا، في حاله من التغيير الموجود، نوع من انواع التغيرات الموجوده اللي هتلاقي نفسك انك بتعملها او الابراج الهوائيه بتعملها، وده شيء هيكون ايجابي كتير وبيأثر علينا بالطاقه الايجابيه، لان احنا عندنا طاقه ايجابيه وطاقه عسل كتير خلال النص التاني، واقدر اقول ان هي النص التاني بدايه مشرقه للفتره اللي جايه، برغم ان وجود كوكب الزهره في برج العقرب في وتاثير العاطفه عليك بيبقى عامل ازاي، في تاثير العاطفه بس انا ممكن اقول لك على حاجه، يعني خلونا ان احنا نتكلم على الاطار العاطفي دلوقتي، لان برده في صعوبه وفي برده تنقلات من يوم 27 كمان سبتمبر، تنقلات في كواكب هتروح لبرج العقرب، فعايزه اوضح لكم بس تاثير ان يروح لبرج العقرب ده ايه، ده بس ان انت ما تبقاش متسرع في قرارك، حاول دايما ان انت لما تيجي تاخد قرار ان انت ما تبقاش واخد قرار عن اللي هو فكره انا وبس، خلي بالك كتير، لان ممكن الشريك يحسب ده بنوع من انواع الانانيه، وانت ممكن تكون ان انت عايز تحافظ على العلاقه او عايز تحافظ على امر ما، فما فكرتش في امر معين او غيره معينه خليتك تتصرف التصرف ده، فبتبدا ان انت تتهاجم بنوع من انواع الانانيه. كن حريص كتير على انفعالاتك، كن حريص كتير على قراراتك، كن حريص كتير على التسرع، وان انت لازم تستشير الاخر في قرارات كتير او معظم قرارات في معظم اللي انت هتاخده في الفتره اللي جايه، انك تستشير الشخص اللي بيتعامل معاك، مطالب جدا بده، ودقق كتير في الامر ده، انا هقولها لكم في اول النصايح، ليه؟ لان ده ممكن يكون سبب لمشاكل عاطفيه ليس الا. طيب بالنسبه بقى للامور العاطفيه، احنا للناس المرتبطين برضو في مولود جديد، في بدايه جديده، في مشروع بيجمع ما بينكم، في خطوات مهمه كتير برضو بتجمع ما بينكم، ولكن احذروا في السباق، احذروا في التسرع، احنا اتنين يبقى احنا ماشيين جنب بعض، فخلي بالكم كتير من النقطه دي، لان التسرع انت مش هتكون عامل حسابك ان انت بتتسرع او بتلاحق او بتسابق، انت بتعمل ده اللي هو اللا ارادي، فخلي بالك انا بوضحها لك عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. طيب برج الدلو الوضع العاطفي بالنسبه للناس اللي مش مرتبطين، التغير اللي انا اتكلمت عنه من شويه، التغير ده ايجابي كتير وبيأثر كتير في نفسيه الاخرين زي ما بيأثر في نفسك، بيأثر في نفسيه الاخرين بمعنى بجاذبيه اكتر، يعني عندك جاذبيه قادر ان انت تجذب الجنس الاخر بشكل قوي جدا جدا، في ارتباطات موجوده عند اصحاب برج الدلو، انت عندك جديد، عندك جديد، يعني ايه جديد؟ يعني عندك في حب، يعني عندك في اتفاق، يعني عندك في خطوبه، يعني عندك في زواج، في انتقال من مرحله لمرحله عاطفيه اخرى، يعني من اللي هو مش مرتبط خالص لارتباط، من اللي هو في ارتباط في البدايه لاتفاق، من اتفاق لخطوبه، من خطوبه، فاهمين الشكل التدريجي ده؟ فيكون عندك ده جدا، حتى كمان الناس المرتبطين هيكون عنده مولود او ان في فكر مشترك او انتقال برضو من مكان لمكان، كمكان سكني او مشروع بيجمع ما بينكم انتوا الاثنين، او توطين
تصيد في العلاقه. بس عليك يا برج الدلو ان انت اللي تكون واخد بالك كتير من القرارات. خلي بالك كتير رجل الدلو من امراه هي بتحاول ان هي تسيطر عليك، بتحاول ان هي تدخل في شؤونك الخاصه، وده هيجرح كتير علاقتك بالشريك وممكن يؤدي الى مشاكل، فكون حذر جدا. برج الدلو بالنسبه للناس المنفصلين هل هيكون في رجوع؟ في نسبه كبيره كتير للرجوع، في نسبه كتير كبيره يعني. طيب بالنسبه للوضع العائلي، في ترابط عائلي، في محبه، في خصام كان موجود، لا بيبدا في تصالح الان كتير على صحه حد من العائله، وده بيخليك ان انت دايما على تفكير شديد بيهم، حاول ان انت تكون قريب منهم قوي الفتره دي. طيب بالنسبه كمان يا برج الدلو، انت عندك نوع من انواع التقدم اللي انت بتوصل له خلال الفتره اللي جايه. التقدم ده ليه علاقه بشان اجتماعي، يعني انت يعني اسمك بيتقال كتير، بتوصل لمكانه مميزه، عندك في جمع حلو، عندك ان انت اجتماعات مميزه، انت بتكون اللي هو فكره اللي هو عارف فكره ان انت زي الترينر كده، زي اللي هو يعني انت متحدث لرسم الحاجه، يعني من الاخر كده انت قوي في كلامك، قوي في في في, في تعاملك مع الوضع الاجتماعي، قادر تجذب الاخرين بشكل قوي، وده نوع من انواع التقدم الحلو كتير. لو عايز تقدم على وظيفه، لو عايز ان انت تعمل مشروع، لو عايز تنطلق بامر ما، هيكون وضع جيد كتير. للناس اللي بتشتغل في مجال الفاشن او مجال الحاجات التجميليه او الحاجات دي كلها، وضع قد ايه ايجابي وفي مكسب قوي كتير ليكم لو عايزين تبداوا المشروع او تنطلقوا بان انتوا تعملوا تسويق حلو لنفسكم او تعرفوا نفسكم، هيكون افضل كتير وقت جيد. عامه التوقعات الاسبوعيه هتكون ادق اكتر او تفصيليه اكتر عشان اوضح لكم شكل الايام عامل ازاي كمان في خلال الاسبوع. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.